الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. زي ما انتم شايفين احنا داخلين أحد البيوت الجنوبية الجميلة. المنظر زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، البيت بيدل على مدى الجمال الروعة اللي احنا شايفينها. نخش تعز أحمد بعد إذنك كده معايا. أستاذ أحمد مشرف الإدارة معانا النهاردة. زي ما احنا شايفين يا جماعة البيت وجماله وروعته، البيت النوبي اجمل ما في النوبه زي ما احنا شايفين كده. بيت النوبه دايما يا استاذ سامح بيتميز بالبساطه وبالالوان الجميله وبالاناقه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. تحس فيها براحه نفسيه في المكان. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه يعني حتى السقف يعني البدائي والالوان الجميله تعالى كده معانا برضو نشوف بقية البيت. السلام عليكم. عندنا برضو قوت الشباب، بعض الشباب حبيبة مريض قوت، يعني بعض الشباب مسكين التماسيح. أهم ما يميز التمساح البيت زي ما احنا شايفين كده اكبر تمساح. لا لا، اصغر تمساح. اصغر تمساح. اغلى ما عندنا. عندنا في هنا برضه تمساح. احنا بنعلمه الشقاوه لسه. يعني زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. فتح عينيه كده وحاجه وروحتين يعني عشان ما يعضش حد. لو تمساح حقيقي يعني ممكن نجرب كده. ممكن توقع خلي ايدي يا احمد برضه عشان نشوف بقيه. الثاني بيعمل فعلا. الثاني بيعمل. نشوف بقيه معادي. لا انا لسه شايله، انا اللي هو اجمد كده. احنا شايفين كده جمال الالوان وجمال التماسيح، كل حاجه جميله هنا في الموضوع. دلوقتي كمان ما شاء الله مش جايبك. المنظر شكله يفرح، البيت رائع، التماسيح. تعالى كده برضه قرب مني هنا كده من التمساح ده يا ريس. قرب قرب، اعمل زوم عليه كده. قرب 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 قرب، ما تخافش. انت خايف من ايه؟ هو بحركه لك. هو بحركه، انت خايف من ايه؟ على فكره ده يعني ما شاء الله. ومعانا الاستاذ احمد برضه يعني هيقول كلمته بخصوص البيت النوبي الجميل. رايك يا استاذ احمد في البيت النوبي وجو النوبه الرائع؟ بصراحة جو النوبة يعني من أجمل ما يكون يعني، والبيوت وبساطتها وجمال ألوانها وتحس فيها بالراحة النفسية وتماسيحها وجمالها وناسها أهلها طيبين. الطيبة الطيبة اللي عندي، الطيبة اللي في أهلها ده أهم شيء بيميزها يعني. حضارة حضارة كبيرة يا أستاذ أحمد يعني بتمثل النوبة. أسامة أنت بتبيعنا يا أسامة؟ انا عن نفسي سعيد بتواجدي هنا مع خير شباب مصر في قطار الشباب اللي يعني اول افواج وزاره الشباب والرياضه الى مدينتي الاقصر واسوان. احنا جينا هنا في اسوان وحظنا حلو جدا في اسوان وعاشرنا اهل اسوان وجمال اسوان. ان شاء الله من بكره على النوبه، من بكره ان شاء الله على الاقصر ان شاء الله، والبر الغربي والمعابد شكرا يا جماعة.